تعالى دعاء مش خدي تعالى وجلي بسلمونا كفايدنا اتزيدها بتن أظن معلوماتا أظن أحكاما أبي ثقافتي وبل بيتشو بدما بتن دا أم محاولة بكين سيطري سر أزموني خوب كين قيس بن عبد ربي خدي تعالى جرازي بتن أدبيجتن من روجيه هنيه من أخذنيت خود هجمارتن أخذنيت باشو يتخرب وقتي من حوالات كن أزدان نظم شابي أزدعين أخذنيت خود دم بريك يا قيس تتشنت أخذنيت باش قدنا تشنت تا يتخرب قلنا أجام ديت با أخذنيت من قلت باشن خيرا وأمر معروف إنه يا منكر يو خاندنا قرآن يو إصلاحا يعني بو بشريتي وبو قنجي وبو ملتيني وبو قنداتي وبو خيري باشي دا بجمع فريا يا قيس الله تا يعني تا وقاس خوايا ما شاء الله الحمد لله أبي دي تدى استغفارك يلا يلا ودا جزءك عبادتي كان بشوان أخذنيت نيت ريكو بيك أجر مديد بأخذنيت من يتخراب بترن دا بجمع يا فلان أري أجر أفشى ملك الموت أهاد أقول تتفجت ذي كيف خلاص بي أبي بعجلة هاد وأسر قنها يا أهدى بيشتن يا ليت أمي لم تلدني شخيرا خذي طرا ديكا من أسنب بما أسنب روب بما أريد شوى جواب خود مذا أبا يسوء الخاتمة أبا أبا يا بيغمبري صلى الله عليه وسلم قلت يا ربي يا ربي أسخد بارز انتع دماهيا من يا خيري بت دمايا من يا خراب نبيذن أسنمر مسر قلناها يعني قالي بسلمانا دفظن عزماني خود شوى ضبط كين تخير داد باشي دا أمهني حياتا مو عزماني مو لشي مو جياني مو رحما دا بكذي تدبن عبودية تا خده تعالى دا دا خده تعالى رحم مبت أو رحم مبت أو مصلح كتن أو مشيكة أو مدرس كتن أو مكة إيك أو فرق جداينا في أمة راكة أو في أمة بسربخة أو تهوار مدة أو حال مخوشكة آمين آمين يا رب العالمين أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولأمة محمد أجمعين أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله رضوان الله تعالى عليهم علينا وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين إخوة الإيمان إن الله سبحانه وتعالى أمرنا جميعا بالصلاة والسلام على نبيه ومصطفى فقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحب كل وتابع كل أجمعين وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين بسلمانة عزيز تكملوا بتوضيحك خطبة شوي طبيعي مجموعة فقرات خطبة ما شوي تذهبون إكشوان سر موضوع عرض جلكت داخلي يتجنب أن يدميرا ما قلتي أبا حرامة عرض كرن طبيعي أخفتن احتمالا درد كبيتن بشكلكي آن هندي بشكلكي عويدي طبعا الموضوع مع أخفنا ما مركز السروان أبيت وكو جلك الداخلي كو جلك الداخلي يعني يا فرق وكو بين استارة كرن چنكي أخلاق بمهود بجنها وقيم ومبادئ ما بسلمان أبايا نئنا هلاو يستن بدكانا حتى يتظلاما يعني وقت مردبينة يعني نفس تتقزز يا جوننا ما قلتي أف عملية يا حرامة طبعا هيك عملية حرام بتن احتمالا أف معاملة جدي حرام بتن موضوعي ما تركيز سرفي نقطيبه بالذات أما فروتنا أجلكو فلان وبستارة طبيعي تشتكي مطلوبك الشرعية وشيش كالتي دامنا أبا إيك البيريج يهرم مدفيتن آية كي بسلمان جب سلمان دمعبت بيشي بتن ديشيتن مانوي آضا سيكا كي بكتن أوي سيكي طبعا جن في قضية الشركات أشغل كانوا محلات الانترنت واتصالات أشغل كان سيكا كهبت يا جنكا وجلك جنكا لهبت بلا أفسنة حسنة كاكش برايت ما دي تذيرابت عن خشكة كابا يا بسلمان
دجل كيشن قهم الويري بت أم ممنوع بظلام شنا ويريش كيشن جل كي ظلام الويري من اتيادي يعني حتى مثلا جن كيشي يعني كالسيطرة هبتا استعلامات بيشتنا بس كيشن كان برايمل بزبرابا وأكيد الشد في تبرعك دش في إشكال خلاص بين دعف مثلا من تبع يعني من رفتشت مثلا بري خدتي يعني تشتت يعني كريت راسي نجوان أخفنا من مركز ببز في جانبي يعني هلا على قندنا وان بواجهة دكانة با وإيكات وشو مديت يعني حتى يعني يتاي مروفت ما قلت مروفت نيت سوي حتى بيت كان وفلان إلى آخره أزبيشن أمشين أم بصلمانين وقومك بصلمانين مشي كتيرانين لكن بلا تصرفات ما موافق شابين أخفتن هبز بو في نخطيبو بي بالفراهيك والله ندرس نفروشن طبعا بالتأكيد جلكن دينا فروتن وفروتنا جلكا جلكي شرعي شرعية لكن هلا ويستنو اعلان كرنو والهوى بشافت عالمي نيا جوانا أخفتن مركز بو السرفي فقط هر ملاحظة كانت خطبة شويدا يعني صار موضوع التربية ما قوتي جالي بسلمانا جابي هوا العيالي هوا بتن جهد خاندني وخاصة مثلا الكليات ما كامل الحرية دنا طلبا يعني كليات ما شبيه مثلا كليات أهلي يعني اگر عيالي ما التربيات بتمال دا هكا بشتا كلياتا بلا بشتا كلياتا يا أخي تشتكنا إطلاقا لكن جلككي ني شرعي وبشبه واسبينهم يعني كامل والله العظيم يعني هن لو بصانن يعني أبدا سيطرة كاس السر طلبانين الجامعة حر كيف أخونا تشد كان دي وكان يعني أخفنتي وتصرفاتي تطيا كرن أسنا بيشن تشكي نجهي قدنية والله أجر هن بصانن يعني دي دسخو كانت قهد خدا كاتشت تكريني مفروض الدعوة ما أوا بو أبت مسؤول الجهاز يعني تربية جهاز إداري أو نجي أقلا يعني كلكم راعي يا أخي يعني هن مسؤول بس جافت هميا يعني بشرعية تنكرني تشتاك طبيعية تربية عيال فاكم كي أكجل كتوان شرعي بن دينا بارست إن شاء الله أخنا ما بوفيا نبعسي جهاتا إطلاقا يعني ده حتى بتوضيح ما بحسي خوي كلي عيال خوان تربية كين وقت تشنافيري دابينا بارستن رب العالمين دين ما بارزت كرامته ما بارزت عيال ما بارزتن آمين يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات جمع الله بيننا وبينهم في روضات الجنات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا عسيرا إلا يسرته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شافيته ولا ميتا إلا رحمته يا أرحم الراحمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل النفاق والمنافقين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم من أراد بنا وبديننا خيرا اللهم من أراد بنا وبديننا وبأوطاننا وبأمتنا خيرا فوفقه ومن أراد بنا دون ذلك فصب الشر عليه يا أرحم الراحمين اللهم أصلحنا وأصلح ديننا اللهم أصلحنا وأصلح قلوبنا اللهم أصلحنا وأصلح شبابنا وشيبنا اللهم أصلحنا وأصلح رجالنا ونساءنا اللهم أصلح كبارنا وصغارنا اللهم أصلح أمتنا في كل مكان اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء يا أرحم الراحمين اللهم يا مفرج الكروب فرج كروبنا يا أرحم الراحمين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.